ترى علينا ما لقدق البيوت ولعب لعبه مشينا ابني ما بش مني احنا مشينا احنا احنا مثل ما دقل جالسين هنا والرزق عالو يعني شرد بنا وشرد وخلانا ننحرم من الرواتب جوعنا يعني شبعنا حياة والله العظيم أثر علينا بالجهاد دور علينا وحدنا رماية وقوارح دقدق آخر البيوت الحرب أثر على الناس كلهم بالذات المساكين الضعفة اللي ما بش بيدهم حاجة وإحنا أكثر حاجة أثر علينا إنه شردنا من بيوتنا ومن بلادنا ودينا في هذا العشاش وهذا الديام عيشة صعبة الصبح إحنا مساكين من أول شيء ما معناش لا وظيفة ولا تنتا زاد الحرب خرجنا من بيوتنا والحين إحنا مشردين بلاد الناس ما معناش شيء جوع عطوش وإحنا معنا جوع حرقوا المدارس خربوا البيوت فرقوا من صحباتنا عاد حلونا ندرس ما شاف عالد أنا هجالسة تلي ولا ما عش نعمل بلاد أنا قاهي مع دشه الدنيا مخربة فعل أزق وساعد المساكين أبكي بالحرب نشم لما دي قرب بي أمن الدنيا لو بيدنا حاجة أول حاجة إحنا عنعز الشعب من هذا الفقر ومن هذه الأزمة ونسبر الدنيا ونسبر الأوضاع لكن أبش بيدنا حاجة نرجع بلادنا بيوتنا نجلس إحنا وعيالنا ما نتبهدل شيء كذا انحطينا بهذا الموقف الصعب والقريح والله العظيم نفسنا نساعد إيش والله العظيم العالم كله